أكد محافظ الشرقية ممدوح غراب انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية داخل المحافظة، والتي انطلقت فعالياتها بدءا من اليوم في 341 منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن قرى المحافظة. وتستهدف المبادرة داخل نطاق محافظة الشرقية فحص نحو 4,260,000 مواطن بالشرقية بواسطة 1,365 فرقة طبية ثابتة ومتحركة.